عم نوزع حلو على روح المرحوم، يا ريت تدعي له بالرحمه يا خانو. الله يرحمه ويغفر له ذنوبه ويجعل مثواه الجنه، الله يرحمه. امين. بتمنى تحلي تمك منيح يا عزيزي، لأنه هارون صار له لهاليوم أسبوع متوفي. بالمناسبة شكرا إليك. إن شاء الله ربي بيرحمه ويجعل مثواه الجنة. اليوم بدنا نساوي ختمة قرآن لروحه. المي اللي رشناها على قبره بتكون نشفت. بدي إياه يكون مرتاح بالآخرة. تعرفي؟ ابني بحاجة هلأ لدم اللي قتلوه. وبصراحة أنا أخذت قراري يا عزيزي بخصوص اللي قتلوا لابني. هو واحد من أكثر الأشخاص قراب على قلبك عزيزة. اليوم عند أذان المغرب شخص قريب كتير على قلبك هو رح يدفع روحه مقابل روح ابني هارون. لسه في عندك شوية وقت منشان تودعي. ركدي يا عزيزة، ركدي. اصحك يا فتون، اصحك. جنول، اعطيني فتون بسرعه لشوف. معنا بالبيت طلعت، هي طلعت اليوم بكير من القصر. شو القصه ستي؟ ما في شي، لا تشغلي بالك. محمود، روح على قصر شاد أوكلو فورا بسرعة. خذ رجالك كمان، جمعهم كلياتهم. اسمع كمان، بتحموا بيت ميران منيح، ما بتخلي لا هو ولا هزار ينأزوا، ما بتسمحوا للطير الطاير مر من فوقهم، ولا بتخلوا حدا يقرب. استعجلوا. ريان يلا أسرعي، رح يوصلوا. وينك؟ بس حبيت أتأكد إنه ما في أي شي ناقص. ما في أي شي ناقص، كل شي بياخد العقل. يلا تسلم إيديكي، تعالي. اجوا، وقف وقف لطفي، وقف، نحن منفتح. يلا اهلين وسهلين. اهلين فيكي. اهلين وسهلين. اهلين فيكي يا ام عيون سود، بنتي حبيبتي. لا تضلوا واقفين على الباب، تفضلوا لجوا. اهلين يا امي، تعالي تفضل. تعالي يا امي ورجيكي غرفتك. اهلين وسهلين فيكي ببيتك ستي. يا عمري شو رايك ورجيكي غرفتك اول شيء؟ ايه ماشي يا روحي، تسلمي لي بنتي الحلوه. ايه طبعا انا ما لي اي مكان بهالبيت. لا شو هالحكي بابا. الله يوفقكم ويحميكم يا اولادي. يلا لشوف. تعال يلا يلا. لا تكوني عم تغاري يا زهرة، في أم بهالدنيا بتغار من سعادة بنتها؟ دخيلك يا ربي عطيني الصبر لأتحمل. هاندا شوفي يا ريني منيحة؟ إن شاء الله ارتاحت أعصابها.
هات شيداء. الو شيداء، شو صار يا رين؟ منيحة؟ والله كنت حابب اقول انها منيحة، بس بعد ما رحت يساء وضع كتير، الافضل انك تجي بسرعة. طيب ماشي، انا جاي فورا. يلي صار صعب كتير، خسرت زوجها مو سهلة عليها. انا رح روح شوفها، اذا حدا سأل عني بتخبري. ماشي؟ ايه اكيد. مع السلامة هاندان. عم فكر ساوي كباب مشان المسا. بحط فليفلة حدة. بتحبها عزراء؟ بتحبها كتير من طفولتها، لما تشوف الفليفلة الحدة فورا تاخدها وتاكلها. في مرة من كتر ما أكلت فليفلة تعبت ومرضت، وأنا خفت عليها ودعيت لها يا ربي لا تمتحني بخسارة بنتي، ما فيني أعيش هالوجع مرة تانية. أنا بترجاكي لا تزعلي، الحمد لله الأيام الصعبة راحت. وبعدين إذا ميران شافك هيك وقتها بيزعل. رح يزعل؟ ايه طبعا رح يزعل، ما بتتخيلي قديش بيحبك. بس لسه انا ما بعرفه منيح، حتى ما بعرفه بنوب. يا ترى هو على اي طرف بينام دائما؟ وشو الاكلات اللي بيحبها؟ وكمان حتى بدراسته ما بعرف اي مادة بيحبها. بس أنا بعرف بنتي منيح، كانت كتير تحب الرياضيات، وكانت أكتر شي تحب اللون الأحمر، ومن بين الأكلات كانت تحب ورق العنب. أنا بعرف بنتي الوحيدة، ما بعرف أي حدا تاني. رح تتعرفي على ميران مع الوقت، وهو رح يعرفك. لسه في كتير أيام قدامنا. ما بتصدقي قديش ميران متحمس لانك اجيتي. اجت عزراء ولا لا؟